أهلا بكم في تكملة كورس النيفيس وورك. طيب هنبتدي دلوقتي، هنكمل مع بعض التايم لاينر. احنا كنا خدناها بطريقة كذا طريقة. دلوقتي أنا عملت أد للداتا سورس، فعمل لها ريبيلد بس عشان تظهر لي كتاسكس. وطبعا احنا دلوقتي هنركز على الاتاجد بطريقة تانية. طيب بعمل اتاجد ازاي؟ أولا أنا عندي مثلا دي خلاص الفاونديشن، فانا دلوقتي ممكن اروح مختار الفاونديشن ده اللي احنا عملناه واقول له اتاتشد كارنت سيلكشن. فلما اقول له اتاتشد كارنت سيلكشن بتنزل لي هنا هي اللي انا عملتها اللي انا كنت بشد خلاص، يعني هي ايه مش فارقه تمام. طب انا هعمل كنترول زد علشان نشوف بقى طريقه ثانيه. فطريقه اللي انا اعمل اتاتشد كارنت سيلكشن، هعمل كارنت سيلكشن كده وابقى مختار اكتيفيتي واقول له اتاتشد كارنت سيلكشن. طيب انا بقى دي برده مانوال، يعني دي برده لحد دلوقتي بتعتبر مانوال. طيب عندي بقى هنا حاجة اسمها اوتو اتاشد يوزنج رولز. طيب ايه هم الرولز بقى اللي عندي؟ عندي ثلاثة رولز: ماب تايم لاينر تاسك فروم كولوم نيم تمام تو ايتمز ويز سيم نيم، ماب تايم لاينر تاسك فروم كولوم نيم تو سيلكشن سيتس، ماب تايم لاينر فروم كولوم نيم تو لايرز. اوكي، فدي كده الثلاث طرق الاوتوماتيك اللي احنا نقدر نشتغل بيهم. طيب عندنا هنا بقى with the same name to items with the same name. فانا مثلا قلت له foundation، طيب تعالى كده نجرب الاولانيه دي وهقول له apply rule. هو مش لاقي حاجه same name. يعني ايه مش لاقي حاجه؟ يعني هنا عندي foundation، طيب انا عندي هنا foundation level و structure foundations، فما عنديش حاجه ب same name خالص. طيب بص بقى بنعمل ايه بقى. طيب الحاله بقى اللي احنا بنعملها هنا، فاكرين السلكشن سيتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها؟ فهنا انا بعملها بالسلكشن سيتس. يعني ايه؟ يعني السلكشن سيتس اللي احنا استخدمناها في الكلاش ديتكشن لو فاكرين، طبعا انا بيبقى عندي برضه سلكشن سيتس بستعملها في الفور دي، ودي احسن طريقه في التحكم. يعني ايه احسن طريقه في التحكم؟ لان خد بالك من حاجه، الحاجات ديت جايه لي بالتقسيمه اللي اتعملت في الريفت، فهو ماشي تقسيمه، يعني مثلا على سبيل المثال هنا واخد حته مع الفاونديشن غلط خلاص، دي مثلا في الريفت بالغلط واخده فاونديشن ليفل ريفرنس فاونديشن ليفل تمام كده. زي السليفز مثلا، السليفز برضو لو فاكرين هنا الجينيريك موديل اللي هي السليفز، فانا هظهرها مثلا وهعمل هايد انسلكتد. بص السليفز دي عباره عن سليفز في كل الليفلز بس هي محسوبه على الفاونديشن خلاص. فدي كده التقسيمه اللي جايه لي من الريفت، يعني دي كده التقسيمه اللي جايه لي من الريفت، فانا مش هقدر اعتمد عليها 100%. طيب انا بقفل دلوقتي بقى التايم لاينر، مش عايزه دلوقتي، لان دي خطوه المفروض بتتعمل قبل ما ابتدي التايم لاينر. يعني احنا فهمنا دلوقتي التايم لاينر بيشتغل ازاي، وفهمنا الورك فلو بتاعه خلاص. بس الفكره ان احنا في الاتاشمنت لازم نعمل حاجه سبيسيفيك. يعني ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال خلينا ناخد امثله. انا مثلا عندي الفاونديشن دي هتصب على مرتين، مره الجزء ده كده اهو مثلا، اهو ده كده هيتصبوا على مره خلاص، ده اكتيفيتي خلاص. فانا هروح اعمل لهم سيلكشن واقول له سيف سيلكشن واقول له ده بقى فاونديشن مثلا بارت 1. طيب الاسم اللي انا عملته فاونديشن بارت 1 ده بقى، لا ده لازم يكون ماتشد مع الاكسل، فاهمين؟ يعني لازم يكون ما هنا عندي اكتيفيتي اسمه فاونديشن بارت 1 تمام. طيب خلاص يبقى انا كده همسح بس دي كده، احنا كده فهمنا المبدا، فهمنا المبدا احنا عايزين نعمل ايه. طيب انا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هروح ماسك كل الفاونديشن خلاص، دي كده الفاونديشن بتاعتي تمام. وانا عايز دلوقتي اعمل ايه بقى؟ انا عايز دلوقتي اقول له سيلكشن تمام. مبدئيا كده انا عايز امسك الفاونديشن، فانا هقول له فرونت فيو كده، واروح ماسك هنا سيلكشن بوكس واختار كل الحاجات اللي ليها علاقه بالفاونديشن تمام. ادي كده الاليمنتس اللي ليها علاقه بالفاونديشن، وتقعد بقى تمسكها بطريقه اللي انت تمسك واحده واحده، او تشوف طريقه تعمل لهم دراج على بعض على طول، او ممكن نعمل طريقه حلوه. ايه هي؟ اللي احنا نعمل الفاونديشن دي هايد انسلكتد، يعني اللي انا شايفه او الريفت مسهلهولي كفاونديشن اشوفه واعتمد عليه، بس اعمل بقى سيلكشن بوكس هنا كده
السيلكشن بوكس في الحاله دي هيبقى سهل، هنا سيلكشن بوكس واروح مختار كل الفاونديشن. فدي كده حاجات كلها فاونديشن، حلو قوي. يبقى انا كده اخترت السيلكشن المظبوط بتاع الفاونديشن. اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل سيف سيلكشن، اقول له فاونديشن. خلاص. طيب اشمعنى سميتها فاونديشن؟ ما سميتهاش فاونديشن ليفل او فاونديشن، لا، تبقى زي الاكسل، تحاول تخليها دايما زي الاكسل. طيب يبقى كده تمام جدا. هروح عامل تاني هنا هانهايد اول اهو، واعمل انا عايز بس بقى الجراوند دلوقتي، عايز الجراوند. طيب تعالى بقى نشوف الجراوند، وعايز كمان الحته اللي هي كانت متاخده معايا لو تفتكر، اللي هي ممسوكه غلط. تمام. يبقى انا بمسك الجراوند دلوقتي، وعايز الحته كمان اللي كانت ممسوكه غلط دي، ودي كمان تعتبر مع الجراوند اهي. انا كده ايه هعمل بقى هايد ان سيلكتد، هايد ان سيلكتد، فده كده عندي الجراوند. طيب اروح عامل سيلكشن بوكس واختاره ده تحت بند السيف سيلكشن الجراوند. تمام. طيب لازم تكتبها صح، معلش. يبقى دي كده جراوند. طيب انتر، وبعد كده اروح قايل له ان هايد اول، واقول له بقى الفيرست فلور، نبتدي نشوف الفيرست فلور. طيب هل الفيرست فلور كده مظبوط؟ نشوف. لا، دي المفروض تتاخد معانا، فهقول له هنا سيلكت واختار دي، وممكن كمان اختار دي، فدول كده يتحسبوا على الفيرست فلور. وهعمل ان هايد ان سيلكت، تمام، بحيث ان انا يبقى عندي سهوله بس ان انا اختار الاليمنتس دي، واقول له سيف سيلكشن، واقول له ده الفيرست. تمام كده، خلاص تمام كده. وبعد كده اعمل ان هايد اول، اظهر كل حاجه واشوف السكند، ولما اشوف السكند يعني الف كده واشوف الحاجات دي احنا اخترناها خلاص مع مين؟ مع فانا مش عايزها. طيب خلاص مش مشكله، هروح عامل هايد ان سيلكتد اهو، تمام، وهروح مختار الاليمنتس كلها ما عدا الاثنين اللي تحت دول، فهعمل البوكس كده اهو، وخلاص انا دول اخترتهم مع الفيرست لو فاكرين. تمام كده، فانا اقول له فيرست فلور واقول له سكند، حلو قوي كده، سيف سيلكشن واقول له سكند، واقول له ان هايد اول. وبعد كده الروف هروح مختاره برضو، هعمل له هايد ان سيلكتد، وتمام هروح مختار الاليمنتس ديت مع الروف. تمام كده، واقول له سيف سيلكشن، واقول له ده الروف، وبعد كده انتر. وبعد كده الابر روف نفس الكلام، هايد ان سيلكتد هنا كده الروف، بس اظهره هو نفسه، واروح قايل له اللي دي كده تبع السيف سيلكشن بتاع الابر روف. اشوفها بقى في الاكسل مكتوبه ازاي، خلي بالك ابر روف يعني يو وبعد كده روف. تمام كده، روف بعد كده روف. فانا عملت كده ايه بقى؟ ان هايد اول، عملت ايه؟ عملت سيلكشنز سبيسيفيك ليا انا بقى، خلاص. يعني خدوا بالكم انا غيرت ليه؟ لان في حاجات كانت متاخده غلط، تمام، فالحاجات اللي متاخده غلط دي انا عملتها بقى. تمام. طيب عايزين بس نعمل هايد كده طيب فانا دلوقتي الفاونديشن اهي، الجراوند اهو، الفيرست اهو، السكند اهو، الروف اهو، والابر روف اهو. فكده انا عملت السيلكشن المظبوطه اللي هي تماتش مع البلان بتاعتي، يعني لازم يبقى ماتش مع دي. دي فيها 40 اكتيفيتي، يبقى انا عندي هنا 40 سيلكشن. تمام؟ تمام. يبقى دي كده اول خطوه في التايم لاينر، في الطريقه اللي احنا بنشتغلها دلوقتي. شكرا لحضراتكم.